نعم أيمن، أنا قلت اللي بدي أقوله وما بقى بدي أحكي بالموضوع. حكي 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 أيمن، أنا ما بقى بتحمل، ما عاد فيني. طالما هيك عم تحكي عمل شي يمنعهم لإلهم. أنا بالتاكسي، إيه رايحة على البيت. يا أخ ممكن لو سمحت؟ تفضل. تعرف شو صار بهالقهوة؟ يعني ليش مسكرة؟ كاتبين هون للإيجار، يعني بدهم ينقلوا؟ صاحبها بده يسكرها، هيك قالوا. بده يسكرها؟ طيب شو السبب؟ ما بعرف. قال مات ابن صاحبها، كان عنده ولد وانفقد، ما حسن ياخد عنه خبر. قبل فترة اجت الشرطة وقالوا انه ابن صاحبها مات، انا هيك سمعت. يا اخ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء. طيب السلام عليكم. ليش ما في حدا بالبيت يا ملك؟ أمي عند جارتنا، نقت علي الخالة راضية وأخذتها معها. وسهري هون ولا مسافر؟ سهرك ترك شغل السواقة، عم يدور على شغل، بس بهالأيام عم يشتغل حمال، بيوصل فحم على المدارس الخاصة. يلا فوتي. يمكن ما بدهم يشوفوني هون. بلا هالحكي. بس أنا بعرف ملك، لا تحاولي تخففي علي على الفاضي. أنا تعودت. نيرمين أنت منيحة حبيبتي. ملك أنا شبكي، أنا حامل. ما بدك تقولي شي؟ طيب ملك وينو أخوك؟ لهلا ما إجا؟ عم يشتغل. شو؟ شو قلتي ملك؟ كيف ترك المدرسة؟ لا لا، بعد المدرسة عم يشتغل بويجي، بيلمع الكنادر للعالم. عم يشتغل بويجي؟ ولد طوله شبر؟ إذا كنتوا بحاجة مصاري ليش ما بتخبروني يا ملك؟ نحن مو بحاجة المصاري نرمين. شكراً. Thank you.
ملك؟ كيفه؟ عم تشوفي شي؟ قليلي؟ عمار؟ اجت الشرطة على دكان أبوه، قال لا أغراضه على شط البحر. عمار، عمار، نيرمين، نيرمين، عمار مات. اعطيتني 25 قرش، الباقي ب50، لازم تكمل لي. وليش بدك 50 قرش؟ روحوا لا، ضربت لك فرشايتين هدول بيكفوا. عمي 50 قرش؟ والله الباقي ب50 قرش. روحوا لا، انقلع بلا ما ادعوسك برجلي. ولك واطي؟ مين انت ولا؟ مين انت؟ طلع فيني ولا؟ اذا بشوفك عم تحكي مع هالولد بدي اشيل عيونك. شو؟ عم تفهم؟ عم تفهم؟ فهمت. هلا قبل ما تنقلع من هون بتروح بتدفع له مصاري. يا واطي دير بالك تعمل اي شيء، ها؟ انا عم شوفك طول الوقت. مثل ما بدك. حاضر. يلا. خوت عمي هدول زيادة. شو هالشغلة يا؟ بالأول دفع 25 قرش، إجا ودفع كم شت مصاري. والله خوتني. نيرمين، نيرمين وقفي لا تروحي. نيرمين اهدي حبيبتي، اهدي شوي، امشي، خلينا نرجع على البيت، خلينا نفوت لجوا. ما بدي. يلا حبيبتي يلا. ما بدي. يا عمري انت طول بالك.
يوسف.